أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الأخير أو الأيام العشرة الأخيرة من شهر تموز جولاي. عزيزي الدلو، أنت عم تحللك الأوقات بأول هالأسبوع، تستريح من تعب. هي بين الأحد 18 والثنين 19 لح تستريح من تعب، ويمكن تقدم على خيارات جيدة جدا وتنعم ببعض المستجدات المناسبة. بس ما تخوض تجربة دقيقة بدون استعداد بين يوم 23 والأربعة 21، سواء تعلق الأمر بشأن منزلي أو مهني. حاذر كمان من عملية احتيال أو ابتزاز أو من عملية سرقة بهاليومين. خليها معنوياتك عالية ابتداء من تاريخ الخميس 22، لأنه بتتراجع الحظوظ حتى ولو حصلت على بعض النتائج المشجعة. لازم تحافظ على مكتسباتك وممتلكاتك، بس الفلك بيوعدك ببعض الأخبار الجيدة بين يوم الاثنين 26 ويوم الثلاثة 27. من الممكن أنك تباشر بمشروع أو تنطلق نحو أفاق أخرى أكثر وعد. بتنعم بأجواء رومانسية أو بشراكة جيدة أو بصداقة مطمئنة بين يوم الخميس 29 والجمعة 30. تدرس بعض الميزانيات أو بتنكب على تحليل بعض الشؤون المالية يلي بتخصك أو بتخص أحد المقربين، لكن حاذر من بعض الأخصام يلي بيحاولوا استعدائك لغرض بنفوسهم.